أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآية أيها الإخوة وما بعدها مناسبتها هي أنه بعد بيان الحجة للمؤمنين وبيان الحق وبيان بطلان شأن الكافرين ومعبوداتهم، وجه الله تعالى الخطاب لنبيه وللمؤمنين بماذا؟ بأن ينشغلوا بطاعة الله عز وجل ونشر دينه. فالحق أبلج، وقد قضى الله على الكافرين ببطلان دينهم ومعبوداتهم وليس لهم حجة وبرهان، فأمر الله عز وجل بأن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على نشر دينه وإقامته. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أولا أمر الله عز وجل بتلاوة القرآن. ولماذا تلاوة القرآن؟ لأن القرآن هو الهادي لكل رشاد، المبين لكل برهان وحجة، المتضمن على كل حق وفضيلة. فلا شك أن تلاوة القرآن سبب لهداية الإنسان، وقد أمر الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى عن نبيه بأنه أمر أن يتلو القرآن: وأمرت أن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن أيها الإخوة مما ينبغي للإنسان أن يجعلها أساساً في حياته، أساساً في برنامجه اليومي، مما يزيده هدى وتبصر وتفكر. ففي القرآن قصص، وفي القرآن آيات يتفكر فيها الإنسان مخلوقات الله، فيها تشريعات وأوامر الله عز وجل، فيها آيات تعرفك بالله تعالى، كما قال بعض السلف: لقد تجلى الله تعالى في كتابه لكنهم لا يبصرون. لو تبصرنا في هذا القرآن لا تجلى لنا وصف ربنا عز وجل كأننا نراه. فقد ذكر الله في كتابه ما فيه وصفه وأوصافه وشرائعه وأوامره. فحري بنا أيها الإخوة أن نأخذ هذا التوجيه الإلهي لنا. وأيضا أيها الأحبة، وهي مسألة مهمة، تلاوة القرآن خير زاد للدعاة، خير زاد للدعاة، وأن أعظم ما تقوم به الدعوة هو القرآن. ومن هنا أشير إلى منهج عظيم مهم لنا في حياتنا في الدعوة إلى الله، وهو أننا أيها الإخوة ننطلق من القرآن مباشرة، ننطلق من القرآن مباشرة. فما أعظم يا أخواني من أن يكون الإنسان منهجه في دعوته منطلق من كتاب الله مباشرة، من آية أو من سورة أو آيات يتلوها ويبينها. وهذا أقرب وسيلة إلى قلوب الناس أيها الإخوة، أقرب وسيلة إلى قلوب الناس، وأعظم ما يشد
نفوسهم ويؤثر فيهم هو أن تربطهم بكتاب الله عز وجل مباشرة. ومن هنا أيها الإخوة، فإنني أوصيكم ونفسي بسنة حسنة يمكن أن نقول أنها نسيت وهجرت في هذا الزمن إلا من رحم الله. نحن نجد ولله الحمد حلقات تحفظ القرآن كثيرة في كل مكان، في المساجد وفي دور القرآن وفي البيوت، لكننا ما نجد يا أخواني الكرام حلقات مدارسة القرآن وحلقات التدبر، تلاوة القرآن ومدارسته، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نعم يوجد تلاوة القرآن، لكن أين التدارس؟ أين المدارسة؟ هذه التي تحيي النفوس يا أخواني، وهذه التي تصفي الأرواح وتقويها بكتاب الله عز وجل. الروح هو القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فروحك لن تتغذى بمثل ما تتغذى به من القرآن، فهو غذاء الروح كما يقال. ولهذا فإنني أوصيكم ونفسي أيها الأخوة أن نحيي هذه المجالس التي هي روحنا وغذاؤنا في بيوتنا، في مساجدنا، في حلقاتنا، إلى غير ذلك. ويؤكد ذلك أن الله عز وجل أول ما أمر نبيه هنا بالقرآن، وأن أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة، وإنما أمرت بإقامة الصلاة دون أدائها ليؤكد أن المقصود هو إقامتها على الوجه المشروع. فهذا هو مقصود الصلاة، أن تقيمها على الوجه المشروع مكملة بأركانها وواجباتها وشروطها، ومتضمنة لروحها وهو خشوع. هذا معنى إقامة الصلاة أيها الإخوة، التي لها نفعها وأثرها. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة، هنا بعد ذلك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا أيها الإخوة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما سر هذا الأمر في الصلاة خاصة؟ يعني لماذا كانت الصلاة على وجه الخصوص تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ها أعطوني جوابا. نعم، أحسنت، يعني أنه في الصلاة أيها الإخوة الإنسان مأمور بالتوجه إلى الله عز وجل، فيستحضر عظمة الله، يستحضر عظمة الله عز وجل في توجهه ويرجو رحمته، ثم يتذكر ذنوبه فيستحي من ربه، فيدعوه ذلك، هذا التذكر لعظمة الله واستحضار عظمة الله عز وجل ومقامه، يدعوه ذلك إلى ترك نوع الفواحش والمنكرات. كيف يجمع بينها؟ كيف يقوم بين يدي الله معظما له ثم يقترف هذه المنكرات والفواحش التي تدل على عدم تقدير الله؟ ولذلك قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا معنى قوله هنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فخوفك من مقام الله واستحضارك لمقام الله هو الذي في الصلاة يبعثك على ترك ما نهى الله تعالى عنه، لأنك إن عظمت ربك حق التعظيم فإنك ستقيم أمره وستجتنب نهيه. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وجد التعظيم إخواني في النفوس كان ذلك باعثا على التقوى حقيقة وعلى اجتناب النواهي. وشاهد ذلك، أنا أذكر لكم شاهد يعني واقع ما نشاهده مثلا في الحج. مثلا الحج سبحان الله تجد الناس يأتون يسألون معظمين لأمر الحج
يسألون عن دقائق الأمور، يأتيك فيقول أنا أخذت شعره أو حككت جلدي، ما الذي جعله يأتيك يسأل عن شعرة أخذها؟ إلا تعظيمه لهذه الشعائر، تعظيمه لشعائر الله عز وجل، بعثه على أن يخشى نقصان أجره، نقصان أجره، أو أن يكون قد ارتكب محظورا يستحق أن يكون عليه كفارة. فهذا التعظيم لو وجد أيها الإخوة في كل شعائر الله عز وجل وكل فرائض الدين لكان ذلك سببا لتمام كمال الإنسان في أدائه ولا شك. أيضا أيها الإخوة منا ما يبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وجه آخر، ما هو؟ نعم، نعم أحسنت، هي يعني مؤكدة لذلك، هي السبب أيها الإخوة لصفاء الروح، الصلاة هي سبب لصفاء الروح وصقلها، فإنها ستزيل هذا الصفاء، سيزيل الكدر في النفس ويقطع حبل الشيطان ومحبة الفاحشة والمنكر، فإنه لا يحب الإنسان الفاحش والمنكر إلا إذا كان مريض القلب، كما قال الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا يطمع بالشهوات والفواحش والمنكرات إلا من كان مريض القلب أيها الإخوة. فهذه الصلاة تصحح قلبك، تقويه، تزوده بالإيمان واليقين والثبات بإذن الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها تقوي الإنسان وتمكنه من دينه وتصرف عنه وساوس الشيطان. فهذا من باب آخر أيضا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك أيضا الصلاة أيها الأخوة مشتملة على مذكرات بالله من أقوال وأفعال ومواعظ وآيات، كلها هذه الآيات تذكر الإنسان وتنهاه عن الفحشاء والمنكر وتجدد عهده مع ربه. والفرق بين الفحشاء والمنكر، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفحشاء هو كل ما فحش وقبح فهو يدخل فيها الكبائر، والمنكر عام في ما هو فيما دون ذلك أعم من الفحشاء وأقل منه، فهو ذكر ما هو أعلى وأقل فيما لا يرضي الله عز وجل. الفحشاء هو ما فحش على كل حال، ولعله أيضا يدخل فيه ما ظهر. نعم، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولذكر الله أكبر. ما المقصود بذكر الله؟ إما أن يكون ذكر الله هنا استحضار عظمة الله وذكره في الصلاة، وإما أن يكون هو الصلاة، وإما يكون هو القرآن الذي ذكر أو الله قبل ذلك، وإما أن يكون هو عامة الذكر، هو عامة الذكر. وقوله ولذكر الله أكبر يؤكد دخول معنى ذكر الله في الصلاة استحضارا لعظمته، ذكر الله في الصلاة استحضارا لعظمته. ولو قال وذكر الله كثيرا لكان ذلك أدل في عموم الذكر، لكن قال ولذكر الله أكبر أي ذكر الله، استحضار ذكر الله في النفس ومقام الله وعظمته سبحانه وتعالى أكبر. ولذلك في الصلاة يكرر الإنسان قوله الله أكبر في كل ركوع وتحول في الصلاة استحضارا لهذه العظمة لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما تصنعون. لماذا قال والله يعلم ما تصنعون ولم يقل الله يعلم ما تعملون أو تفعلون؟ ما الفرق بين يصنعون ويفعلون ويعملون؟ يعني هنا يصنعون فيها دلالة أكثر من الفعل، وهو أن الإنسان يعني كما ذكر الأخ
يزين هذا العمل ويكمله. فالله تعالى يقول والله يعلم ما تصنعون، يؤكد ذلك إقامة دين الله على الوجه الأكمل. فهو كأن الله تعالى يبين لنا أنه يعلم يعني حرصنا وسعينا لإقامة دينه على الوجه الأكمل في تلاوة كتابه وإقامة الصلاة وذكره سبحانه وتعالى، فناسب ختم الآية بقوله الله يعلم ما تصنعون، أي ما تفعلونه وتحسنون عملكم فيه. والله تعالى أعلم. ثم قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. عطفت هذه الآية على أتل ما أوحي إليك من كتاب ليفيد الأمر بمتاركتهم والانشغال بالدعوة والعبادة، يعني كأنه قال انشغل بالعبادة ولا تجادلهم ولا تجادلهم. وهذه الآية هي توطئة ومقدمة لحال سيرد على المسلمين في دار الهجرة بعد هجرتهم، وهو مخالطتهم لأهل الكتاب. فبين الله عز وجل كيف سيكون تعاملهم معهم، كيف سيكون تتعامل المسلمين مع أهل الكتاب. فأهل الكتاب يختلف الأسلوب معهم مع المشركين. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب وأهل حجة، قد اعتادوا على المجادلة ويعني إظهار الأدلة ونحو ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء في التعامل معهم يختلف عن التعامل مع الكافرين. التعامل مع الكافرين يحتاج إلى قوة وإلى غلظة أغلظ عليهم، وأما أهل الكتاب فهم في الأصل على دين سماوي، مؤمنون بالله عز وجل، مؤمنون بالله في الأصل، لكنهم بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم يؤمنون بالله في الأصل فتكون المجادلة معهم تجاوزت هذا الأصل، بمعنى أو التوافق معهم على هذا الأصل والاجتماع معهم عليه والانطلاق منه في الدعوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكيف تكون مجادلتهم بالتي هي أحسن؟ بأن يخاطبونهم في بادئ الخطاب، خطاب اللين والدعوة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دون الغلظة، هذا المقصود به في أول الأمر. فإن لم يستجيبوا فيجادلون بما هو أعلى من ذلك، لكونهم خرجوا من في الأصل في الدعوة الأولى، في قول دخلوا في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. فالأصل في الدعوة، وهذا أسلوب عظيم يمكن أتخذه منهجا في الدعوة إلى دين الله، أن الأصل الدخول معهم في حوار هادئ ونقاش يقربهم إلى الحق لا يبعدهم إليه، دون إثارة البغضاء ودون إثارة مواطن الجدل. ولهذا إخواني الكرام ذكر الله تعالى الأصول الثلاثة التي ينطلق فيها، أو الأصول الثلاثة التي ينطلق فيها في نقاشهم وجدالهم، وهي مهمة جدا لكل نقاش وجدال. يبين لنا أسلوب النقاش والحوار مع المخالف. قال الله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هنا الالتقاء على أمر واحد وهو الإيمان، أن نؤمن وإياكم بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. نحن نؤمن بما أنزل إلينا ونؤمن بما أنزل إليكم، فكان من الحق عليهم أن يؤمنوا بما أنزل على المؤمنين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنوا كما يؤمنوا بما أنزل عليهم. هذه حجة عظيمة
دامغة لهم، كيف نحن نؤمن بما أنزل إليكم ولا تؤمنون بما أنزل علينا؟ ولهذا أيها الإخوة لم يقل هنا، وهذا السر من التعبير، لم يقل قولوا آمنا بالقرآن، ذكر موضع نزوله وأنه من الله ليس من محمد. فكما أنكم تؤمنون أنتم بما أنزل عليكم على أنبيائكم، فيجب أن تؤمنوا بما أنزله الله أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنها لحجة دامغة لا سبيل لهم إلى إنكارها إن كانوا يريدون الحق. هذا أمر الأول، أصل الأول، نقطة الالتقاء الأولى. الثانية، وإلهنا وإلهكم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بأن الله هو الإله الواحد وأنتم تؤمنون بذلك، فاعترافهم بهذا سيهدم إيش؟ سيهدم عقيدة من عقائدهم، سيهدم عقيدة من عقائدهم لو وافقون على هذا، ولا بد أن يوافقون عليه في الأصل، وإلهنا وإلهكم واحد. فإذا قالوا نحن كذلك فقد كفروا بملتهم، أو كفروا باعتقادهم بالتثليث في النصارى، وكفر اليهود بأن عزيرا ابن الله، خاصة النصارى يؤمنون بالتثليث، فهذا أصل يرغمهم على الإيمان إن كانوا يريدون الحق. الأصل الثالث قال ونحن له مسلمون، أي نحن وإياكم، إما أن يكون هذا المعنى، نحن وإياكم كلنا مستسلمون لله مستجيبون لأمره، أليس كذلك؟ نعم. فهذا يلزمهم بالانقياد لأمر الله عز وجل. وما هو أمر الله تعالى الذي يلزمهم؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف هذه الأمور الثلاثة فقط كافية في يعني إقناعهم وإلجامهم على الاعتراف والإيمان. وهذا يبين لنا إخواني الكرام أسلوب عظيم من أساليب المجادلة، وهي الانطلاق من نقاط الالتقاء والإلجاء إلى الحق التي تلزمهم، هي نقاط الإلزام يسمونها الإلزام، أسلوب الإلزام بطريق طريق أسلوب الإلزام، هذا هو أقرب طريق وأيسر طريق لإقناع الخصم. تبدأ به بنقطة تجتمع وأنت وإياه فيها، ثم تواصل معه الجدال بناء عليها فتلزمه بكل ما يبنى عليها. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، هذه عودة لمجادلة المشركين في شأن القرآن بعد شأن التوحيد، لما ذكر جدال أهل الكتاب قضية الإيمان بما أنزل إلينا، أردفها أو عقبها بمجادلة المشركين في شأن الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يراد بذلك الذين آتيناهم الكتاب من هم؟ الذين آمنوا من أهل الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. من هم هؤلاء؟ لا، من هؤلاء لا، المشرك العرب. وهذا السياق في القرآن ظاهر في أن من هؤلاء أي المعاصرين، فإن كانت السورة مكية فهي في المشركين، وإن كانت مدنية فهي في المؤمنين، هذا هو الأظهر في سياق القرآن. ومن هؤلاء من يؤمن به، أي من هؤلاء العرب من يؤمن به أيضا، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فهنا بين أن الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، ويؤكد ذلك إيمان أهل الكتاب به منهم، وإيمانا
من العرب أيضا من آمن به، وما يجحد به بآياتنا إلا الكافرون، ولم يقل وما يجحد بآياتنا يعني إلا من سوى ذلك، صرح بكفرهم فهم بجحدهم كفارا، فمن جحد آيات الله فقد كفر بنص هذه الآية. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ما المقصود بهذه الآية؟ مقصود بهذه الآية هو إثبات أن القرآن من عند الله عز وجل، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس منه شيء منه، دليل على تجرد النبي صلى الله عليه وسلم من التقول على الله في القرآن في كتابه، وأن هذا القرآن هو من عند الله تعالى منزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. مصادر العلم يا إخواني ما هي؟ مصادر العلم اثنان: الكتابة والقراءة. كيف أنت يمكن أن تصل إلى معلومة؟ بالكتابة والقراءة. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنت تقرأ، ما كنت تقرأ، وما ولا تخطه بيمينك، ولا تكتب، إذن لارتاب المبطلون. إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تكتب أو تقرأ لارتاب أهل الباطل في أنك قد كتبت هذا القرآن من عندك أو قرأته من نفسك. فهذا نفي لحالتي التعلم، القراءة والكتابة، استقصاء في وصف الأمية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيد الخط باليمين، قيد الخط باليمين لأنه هو الأصل، ويؤكد أن الأفضل في الكتابة بلا شك اليمين، الأفضل في الكتابة باليمين لأنها هي الأصل في الكتابة، تشريفا لليمين التي يكتب فيها اسم الله، ويكتب فيها آيات الله، ويكتب فيها ذكر الله وما والاه. قال الله: إذن لارتاب المبطلون. وصفهم بالمبطلين لكون تكذيبهم هنا من غير شبهة، من غير شبهة. ثم قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هو كتاب محفوظ، محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم. والمقصود بالذين أوتوا العلم ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك تتلقى القرآن ينزله الله تعالى على قلبك، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. فقال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويقصد بذلك ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأتي به من عند نفسه، بل أنزله الله تعالى وأقره في صدره وقلبه. وفي هذا أيها الإخوة ما يؤكد على أن حمل القرآن في الصدر، يعني هذه الآية تبين لنا فضيلة حمل القرآن في الصدور، بل هي أدل الأدلة في الكتاب، في كتاب الله عز وجل على فضيلة حفظ القرآن، أدل الأدلة في القرآن الكريم وإن كانت غير صريحة على فضيلة حفظ القرآن وإيداعه في الصدور، لكنها تدل على حقيقة الحفظ المقصود، تدل على حقيقة الحفظ المقصود، وأنها ليست ألفاظ يحفظه الإنسان في صدر الإنسان في صدره، بل هي آيات، آيات يتعلم فيها العلم. قال أوتوا العلم، فيعرف ما فيها من العلم والعمل فيمتثلها، وهذا الذي يمكن أن يسمى حافظا لكتاب الله عز وجل،
فهو حافظ لألفاظه وحافظ لمعانيه وحافظ للعمل به، هذا هو الحافظ الحقيقة. ولذلك لم يقل في صدور المؤمنين، لو قال في صدور المؤمنين لدل على الحفظ فقط، لكن قال في صدور الذين أوتوا العلم ليؤكد أنها لم تكن مجرد ألفاظ، بل هي ألفاظ أعقبها علم بها وتأمل وتدبر ومدارسة تبعها وأدى ذلك إلى العمل بها والامتثال. فهذه ملحظ، هذا ملحظ مهم يا أخواني في معنى هذه الآية، الاستدلال بها على حفظ القرآن نعم ظاهر، لكنها لا تدل دلالة صريحة على الحفظ المجرد، وإنما تدل على الحفظ الذي يقترن به العلم والعمل. قال الله: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، فهم ظالمون بتجاوزهم وتعديهم بكفر آيات الله والتكذيب بها. ثم قال الله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذا في بيان مقولتهم الناشئة عن جحدهم، وأنهم أرادوا بذلك أن يبرهن على صدق رسالته بآية أخرى، لم يكتفوا بالقرآن الكريم وإنما طلبوا آيات ترى، آيات ترى، فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه نشاهدها ويؤكد ذلك صدقه، فلم يكتفوا بالقرآن. هذا منهم محاولة للخروج من التبعة بالإيمان بالقرآن، لما ألزموا بالقرآن بالإيمان بالقرآن أرادوا أن يتخلصوا منه بالمطالبة بآيات مشاهدة يرونها. وأيهما أعظم، الآيات المشاهدة التي يرونها أو الآيات التي يتلونها؟ طيب كيف؟ إذا قلنا أن الآيات التي يتلونها أقوى في الحجة عليهم ولهم من الآيات المشاهدة، فما الدليل؟ كيف ذلك؟ بيّن الله تعالى ذلك في الآية التي بعدها، ولهذا قال إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويؤكد في هذه الآية، تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطالب، والداعية لا يطالب بأن يبين الآيات مشاهدة، يعني لا يستلزم في الرسالة أن تكون مؤيدة بآيات مشاهدة، إنما يكفي البلاغ والإنذار. وقال الله إنما أنا نذير مبين ولم يقل بشير، لأن الخطاب مع المشركين فحقهم الإنذار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أنه إنما أمر بالإنذار، وأن الإنذار كاف في القيام الحجة عليهم، وأنه ليس لهم سبيل إلى أن يطالبوا بآيات مشاهدة. ثم ذكر الله عز وجل ردا عليهم مما يؤكد على أن آيات القرآن أعظم حجة لهم وعليهم من الآيات المشاهدة، قال أولم يكفهم، ألا يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفي أنهم تأتيهم آيات الله غضة طرية من الله تعالى إليهم تتلى عليهم يسمعونها؟ هذا أقوى حجة لهم، بأنهم يسمعون آيات الله التي فيها بيان وفيها توضيح وفيها أمثلة وقصص وأحكام تتلى عليهم فيها البيان التام. هذه الآية التي يشاهدونها لو كانت آية مرئية، إنما هو يشاهدون آية مجردة، لكن هذه الآيات التي هي القرآن
فيها آيات بينات وحكم وأحكام وهداية وإرشاد، فهي أقوى في الحجة والبيان. قال الله: إن في ذلك، أي في القرآن، لرحمة، يعني في القرآن رحمة، وهذه الآية المشاهدة ليس فيها إلا حجة عليك، ليس فيها إلا حجة عليهم، أما هذا القرآن ففيه رحمة لهم، من حيث أن الله تعالى بين لهم فيها مواضع الرحمة ومواطنها، وحثهم عليها من الإيمان والعمل الصالح وأسباب دخول الجنة وأسباب ابتغاء مرضاته إلى غير ذلك، فهذه أقوى في الحجة لهم. قال: إن في ذلك، في القرآن، الرحمة وذكرى، أي تذكير، والتذكير يشمل المواعظ ويشمل الآداب، تشمل الآداب وتشمل القصص والأخبار، كل ذلك تذكير لهم. أليس أقوى من أن تكون مجرد آية مشاهدة يشاهدونها؟ بلى وربي. قال: لقوم يؤمنون يصدقون، لكنها ليست رحمة ولا ذكرى إن كانوا مكذبين. فهذه الآيات وهذا القرآن ليس لا ينتفع به إلا المؤمنون الذين يريدون الانتفاع. فكان في ذلك أعظم رد عليهم وأعظم حجة، وفي في في دمغ حجتهم وطلبهم الآيات. تم صح؟ طيب، لعلنا بس نكمل هذه الآية. قال الله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هنا أيها الإخوة، بعد إلقامهم الحجة، بعد إلقامهم الحجة، جعل الله تعالى عليهم شهيدا عليهم. قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. كفى بالله، أي هو كاف في إظهار الحجة عليكم، وهو كاف في الشهادة عليكم بأنكم علمتم الحق وكذبتم به وبما في نفوسكم من التكذيب وبما تستحقونه من العذاب والعقوبة. فكأنه أراد أن يشهد عليه، كأنه أراد أن يشهد عليهم ربه في إقامة الحجة عليهم وإشهاد الله عز وجل عليهم بالبيان. فلذلك قال الله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ثم قال: يعلم ما في السماوات والأرض. فعلمه بما في السماوات والأرض كاف في علمه بما في نفوسهم وفي صدورهم. قال: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله بعد ذلك، أي بعد ذلك، أولئك هم الخاسرون. فإنهم قامت عليهم الحجة وظهر لهم البرهان، فهم بعد ذلك خاسرون بكفرهم وتكذيبهم. نقف هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.